بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة جديدة بعنوان التوحد عالي الوظيفة. نعتذر في البداية أولاً عن هذا الانقطاع الطويل بسبب الانشغال بالعمل، والحقيقة هذه المحاضرة قد تكون طويلة، نرجو المعذرة في البداية لأن الطول يعني مضطرين إلى، لأن الموضوع جداً حساس وجداً مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما ولم يعلمه الناس وهو قادر ألجمه الله يوم القيامة لجام من النار. فمسؤوليتنا أنه نوصل كثير من هذه المعلومات إلى أخوتنا، ومسؤولية الأخوة السامعين أنه يزيدون الاشتراكات في هذه القناة النافعة، لأنه بصراحة أنه المعلومات اللي قاعد نعطيها في هذه القناة نافعة جدا في تخفيف كثير من المشاكل الاجتماعية قبل أن تكون في علاج الأمراض. فرجاء من الإخوة زيادة التعريف في القناة ومساعدتنا على الانتشار خاصة في بلداننا العربية. فالموضوع الآن اللي نناقشه هو التوحد. التوحد الحقيقة هو أول شيء تعريفه كتعريف هو اضطراب في النمو العصبي التطوري، ويؤثر سلبا على القدرات اللغوية التواصلية وغير اللغوية، ومما ينتج عنا أو ينعكس عنا ضعفا في القدرات التعلمية وضعفا في الإدراك العام. فهذا هو التعريف العام للتوحد. يعني هناك ضعف في القدرات التواصلية اللي أساسها هي ركنين أساسية، الركن اللغوي والغير لغوي. نحن نتواصل لغويا وغير لغويا فيما بيننا، يعني الإشارات والنبرة الصوت هذه غير لغوية. اللغة هي اللغة اللي هي المفهوم الصوتي للحروف والكلمات. هذا التواصل يتضرر، منظومة التواصل هذه تتضرر خلقيا عندما ينمو الطفل، ينمو ولا يصل إلى المستوى مع الأقران في هذه القدرات. يعني الجهاز العصبي المركزي عادة ينمو كما ينمو الجسم، وهو ينمو يتأخر في الوصول إلى مرحلة الأقران، وبالتالي يحصل هنا ضعف. طبعا شدة هذا الفرق بينه وبين الأقران تعطيك صورة الأعراض وشدتها. فما ينتج عن هذا الضعف التواصل في القدرات اللغوية وغير اللغوية يضعف أيضا القدرات الإدراكية والتعلمية، لأنه اللغة والقدرات التواصلية الأخرى هي أساسية في التعلم. فبالتالي وكأنما الأساس في القدرة في الضرر هو صعوبة في القدرات التواصلية اللغوية وغير اللغوية، وما ينتج عنها من تأثير على القدرات التعلمية الأخرى، سواء التعلمية من حيث المحيط في المجتمع أو الأسرة، أو التعلمية اللي تصير من خلال المدرسة والكتاب. هذا كتعريف التوحد. طبعا التوحد هو نوعين بالنسبة لنا. النوع اللي معروف جدا في التوحد هو التوحد يسمونه واطئ الوظيفة أو low functioning autism، بمعنى أنه الحقيقة في هذا التوحد هناك ضرر كبير في القدرات التواصلية، بحيث ينتج تأثير على ذلك على القدرات اللغوية، فيصير تأخر في اللغة، واللغة تكون غريبة بعض مرات، تكرار في الكلمات، عدم تجانس معنى الكلمة مع المقصود، صعوبات في التواصل اللغوي وغير اللغوي، وما ينتج عنه ضعف في القدرات الإدراكية أيضا، وضعف أيضا في مستوى معدل الإدراك والذكاء. فهذا هو واطئ الوظيفة. لكن اللي احنا في محور محاضرتنا الآن اللي هو الحقيقة متروك حتى في الانترنت كثيرا وخاصة في الجانب العربي منا، هو ما يسمى بالهاي فانكشنينج اوتيزم أو التوحد عالي الوظيفة، بمعنى الشخص هذا يكون طبيعي، عنده لغة جدا طبيعية قد تكون أفضل من الطبيعي، ولكن عنده صعوبات في التواصل غير اللغوي وما ينتج عنه من مشاكل، وأيضا غير هذا يكون عنده ذكاء عالي. فذكاء عالي مع قدرة لغوية مع وجود صعوبات تواصلية أخرى، هذا يسمى توحد عالي الوظيفة. الحقيقة التوحد عالي الوظيفة قد يكون شديد وقد يكون خفيف. فالآن في المنهج الأمريكي في التشخيص اللي هو DSM-5 يعني يتكلم عن الشدة، وشدة تعني بما أنه هناك طيف من التوحد. حقيقة هناك تسمية الآن للتوحد يسمون الـ ASD أو الـ Autistic Spectrum Disorder، اللي هو اضطرابات طيف التوحد. الآن فكرة الطيف هنا بمعنى هناك تشكيلة في الأعراض وهناك أيضا تشكيلة في الشدة.
فتشكيلة الأعراض هذه نتكلم معها في الأعراض. تشكيلة الشدة مهمة جدا الآن، لأن نريد نقول أنه طيف التوحد هذا قد يكون خفيف جدا بحيث لا يدركه الأهل ولا يدركه الإنسان بأنه عنده مشكلة في قصة بعض صفات التواصلية، وقد يكون شديد جدا بحيث يدرك الأهل ويدرك الإنسان بأنه عنده ضعف في هذه القدرات. وبالتالي المشكلة الآن تكمن في كثرة الناس المصابين بالتوحد الخفيف. أنا يعني هكذا من عندي وصف أقول هناك اضطراب طيف التوحد وهناك شخصية توحدية، يعني هناك ضرر خفيف في منظومة التواصل الاجتماعي تؤدي إلى حدوث شخص ما فيه صفات معينة تجعله هو طبيعي جدا لكن شخصيته توحدية، يعني صفات العامة أنه هو قليل الكلام، هو يعني متصلب في آرائه، هو ما يحب العلاقات الاختلاطية، ولكنه ذكي جدا وعنده قدرات دراسية عالية وعنده مهارات ذكائية وعنده قدرات بحثية، ولكن هو شخصيته توحدية. راح نطب الآن في تعميق تلك الصفات، وممكن الآن الأخوة المتابعين أنه قد يجد أي إنسان من عندنا جالس معنا أن يجد فيه بعض الصفات التوحدية. هذه نقطة مهمة، يعني ليس بالضرورة أن يكون عندك أنت ضرر توحد أو ابنك فيه ضرر توحد، قد تكون فيك صفة توحدية واحدة. يعني الإنسان هو عبارة عن كوكتيل من الصفات، يعني الجهاز العصبي المركزي حتى نفهم، الجهاز العصبي المركزي ينمو مثل ما ينمو الجسم، فقد ينمو الجسم ويقف في الطول فيصبح شخص قصير القامة، لكن لا تؤثره على وظيفة، لكن صفاته هو قصير يتضرر من قصر بقدر ما يحتاج الطول. وهناك ناس أيضا مثلا يكون عندهم ضعف في بعض الوظائف المعينة، مثلا في قدراتهم في التعلم أو مثلا في السيطرة على الذات أو في الحركات المعينة، هذا الضرر يعطيك صفة يعني إنسانية معينة قد تبقى معك طول حياتك بسبب وجود هذه الصفة في تكوين جسدك، ولكن ليس بالضرورة أن تكون أنت هنا مصاب. فهذا الرجاء هنا رفع التحسس من قصة التشخيص، قد أكون أنا شخصية توحدية أو يكون ابني أو يكون أخي، ولكن هذا ليس معناه هناك مرض، إنما أنت أن تفهم نفسك هكذا بعمق تستطيع أنه أنت تستفيد من نقاط القوة فيك وتتحاشى نقاط الضعف فيك. فنرجو الارتخاء في قضية الخوف من فكرة أنا فيا وما فيا، والحقيقة بالحقيقة هنا نذكرها للأمانة أنه كثير من الشخصيات التوحدية هي شخصيات ذكية بحثية ولها مستقبل حقيقة باهر في قصة الإبداع والإضافة الإنسانية، لأن كثير منهم يذهبون باتجاه الاستكشاف، وهذا الموضوع معروف لأنه عندهم كثير من الوسواس وعندهم ذكاء وذاكرة قوية وحرص، وبالتالي يبحث عن أمور ويعطيها دقة في التفاصيل، قد يكون هو مؤثر على جوانب الاجتماعية الأخرى لكنه يبدع للإنسانية ويضيف لها. ولذلك الآن أنا أقول هذا العصر عصر التوحد، عصر التوحد من جهتين، أنه المتوحدين هم الحقيقة زادوا توحدا بسبب رغبتهم بالبقاء أمام الكمبيوترات والموبايلات وضعف العلاقات الاجتماعية وبقاء العلاقات الاجتماعية من خلال شبكة الإنترنت فقط، وأيضا لأنه الحقيقة المتوحدين الآن في مجتمعاتنا لهم فرصة أكبر بأنه يستثمرون في الشركات وخاصة شركات الآي تي، فلهم فرصة أكثر. فبدراسات الحديثة يؤكدون على أن البحوث في مناطق الموجود فيها ما يسمى بالسيليكون فالي هناك نسبة عالية 3 إلى 4 أضعاف وجود صفات توحدية في هؤلاء الناس، لأنه انجذبوا لهذا الجزء من العمل وأيضا أبدعوا فيه بسبب صفاتهم هاي. فخلينا نقول أن التوحد بمعناه العام إذا لم يكن شديدا هو إعادة توصيلات مختلفة بطريقة ليست مشابهة للعوام، والحقيقة تصل نسبة 20% هؤلاء الناس اللي فيهم صفات توحدية، وطبعا ما يظهر منها في العوام هي 5% ما نرى. هذا الحكي إذا احنا قسنا جميع الصفات التوحدية بحيث قلنا هذا التوحد على الوظيفة، توحد واطئ الوظيفة، ولكن إذا وسعنا الأمر واعتبرنا أنه حتى الشخصيات التوحدية ممكن أن تكتب، فمنها رح نوصل إلى مسألة حوالي ربع البشرية هي فيها صفات توحدية أو شخصيات توحدية. فبالتالي
الشخصية التوحدية أخوان هي شخصية طبيعية تعيش معنا، لكن فيها صفات قد تكون فيها صعوبة، ولكن أيضا فيها نقاط قوة قد يمكن استثمارها بحيث تكون أساس في الإبداع في البلدان وأيضا في العوائل. وتشوف الحقيقة كثير من الناس اللي يروحون باتجاهات علمية، أطباء ومهندسين ومدراء ومبدعين، تجد كثير منهم فيهم صفات توحدية، أو قد يكونون لديهم ما يسمى بتوحد عالي الوظيفة، ولكنه هنا لم يكن شديدا بدرجة بحيث أثر كثيرا على إبداعهم، ولكن أبقاهم ضمن مساحة من الإبداع. نعتذر ابتداء على هذا التطويل، لأنه الحقيقة البدايات مهمة لفهم النهايات. الموضوع فيه تفاصيل، ويستطيع المراقب معنا أن يفسر كثير من تفسيرات للحقيقة. أنا في بعض الأمور الحقيقة في هذا التمعن في هذا العلم لعشرين سنة أبحث عن أسبابها، وجدتها الآن في بين دفتي هذه الكتب اللي هي كتب ما يسمى الأمراض النفسية والمنشأ العصبي. والحقيقة هذه أيضا دعوة لكثير من الأطباء للتبحر في هذا العلم الجديد، وفي اعتقادي وهذه للأخوة اللي يتابعونه ولهم قرار أنه هذا العلم إذا تم التركيز عليه والبناء فيه فإنه سيغير أمم. أنا أقولها ومسؤول عن هذه الكلمة، لأنه ليس فقط هنا مسؤوليتنا معالجة المريض وإن كانت هذه رئيسية ومهمة، ولكن مساعدة اللي عنده ضعف معين حتى يكون أكثر إبداعاً. وتكلمنا في كثير من المحاضرات السابقة بأن الإنسان مش قد ما يكون يبدع، قد توقف صفة معينة، عنده خجل جديد، عنده قلق قوي، عنده مستحى قوي، عنده اجتماعياً مثلاً فيه ضعف. إذا استطعنا أنه نحلحل هذه القصة ينطلق مثل ما السيارة تنطلق عندما يكون عندها أحد تلك الفرات فيه إلا وتصلح، أنت ينطلق باتجاه هدافه وبإبداع. فبالتالي هذه مهمة أنه نقول أنه راح تستغربون، لأنه كثير من الأمور راح تسمعوها تحل لكم كثير من المشاكل اللي أنتم كنتوا تشوفوها في بعض الأقران وفي فقد السفرات. العموم بالنسبة لقصة الضرر البيولوجي، ماذا يحصل عند الدماغ التوحدي؟ بس مرورا هنا عفوا، قضية كلمة التوحد تعني يعني أوتزم اللي هو بالإنجليزي. الأوتزم يعني الشخص يعني يعيش مع نفسه أو وحده أو هكذا، بمعنى أنه قليل الانفتاح اجتماعيا. فكرة أنه أن تكون أنت توحدي أو أنت تحب العلاقات القليلة هي طبعا موصوفة في هذه الكلمة، وكان هناك في الأساس أنه يجب أنه كان تعرب، لا تعرب الكلمة، تبقى كما هي الهستيريا، يبقى أنه أوتزم أوتزم، ولكن عربت وأصبح التوحد، والتوحد أصبح الحقيقة مضر هنا في كثير من الناس لأنه مربوط ويا أشياء كثيرة أنه مزعجة. العموم ماذا يحدث في قضية أدمغة الناس اللي عندهم توحد شديد أو عندهم توحد قليل؟ نذكر هنا في قضية أنه حتى نتكلم عن الأسباب، أنه نعرف أنه الجنين عندما يعني يتم تلقيح البيضة بالحيمن تبدأ الحياة الجنينية. ففي بداية الحياة الجنينية يتم تقسيم الخلايا حسب وظيفتها، فتفصل الخلايا العصبية بمجموعة عن بقية الخلايا وتتخصص بأنها هذه الخلايا عصبية، ثم بعد ذلك تهاجر تلك الخلايا لتجلس في المكانات المخصصة لها اللي هي الجمجمة والنخاع الشوكي، ثم بعد أن تجلس في تلك المناطق تبدأ تتواصل فيما بينها بالألياف العصبية حتى تقدر تتواصل فيما بينها وتتفاهم تلك الخلايا. ما يحصل الحقيقة في التوحد بصورة عامة أنه تلك الخلايا تكون أعدادها أكثر من الطبيعي بحيث تكبر أكثر من المتوقع، وأن التوصيلات فيما بينها تكون أقل من الطبيعي. فهذه القصة، لذلك ترى أنه المتوحدين بصورة عامة لديهم ذاكرة جبارة، لأنه لديهم خلايا عصبية كثيرة، يعني المراكز العقلية مالتهم قوية جدا، لكن تجدهم في بعض الأحيان بسطة أو ضعفاء في أنه يقررون قرار تحتاج تواصل بين المراكز العصبية بسبب ضعف التواصل بين تلك المراكز. بمعنى يعني كنا نعرف إذا نتابع بالإنترنت ونشوف باليوتيوب هذول الأطفال اللي يستطيعون أن يكملون هذا المكعب الملون، شوفه مثلا بسرعة يسويه، هذا عادة فيه صفات توحدية. السبب أنه المركز البصري قريب جدا فيما بينه وما يحتاج تواصلات مع المراكز الأخرى، فهو قوي فيستطيع أن يميز الألوان بسرعة ويحركها حتى يخلي فيها هذا التناسق. هنا استفادينا من صفة توحدية. أيضا هؤلاء الأشخاص اللي يطلعون يستطيعون أن يضربون الأرقام الثلاثية فيما بينها ويعطوك النتائج.
في الغالب هؤلاء يعني أدمغتهم توحدية، لأنه في الرياضيات هنا احتاجوا أنه مناطق متقاربة، ما احتاجوا أنه يتواصلون بين مراكز، لأن عندهم مشكلة ضعف في التواصل بين تلك المراكز، لكن هي المراكز نفسها عامرة بالخلايا وقد تكون مضاعفة أو أكثر، وبالتالي راح يكون كل شيء إذا تم في مركز واحد يكون إنتاج بي قوي، ولكن نحتاج إلى أكثر من مركز راح يصير عندهم ضعف، ولذلك قد تجد لديهم ذكاء عالي جدا في شيء وعندهم بساطة في شيء آخر ما تتوقعها، لأن هذه البساطة تحتاج أكثر من مركز يتم فيه النقاش. بصورة عامة المتوحدين يصعب عليهم أن يعطون ملخص لشيء، لأنه الملخص يعني أن تأخذ المعلومات من أكثر من مركز، يعني أن تشغل الألياف اللي هي عندهم ضعف، وبالتالي يعني كل ما يشتد التوحد بقوة راح تصير عملية التبسيط والسمري والتلخيص والاستنباط يكون عندهم صعب، ولكن لديهم قدرات عالية في تذكر المعلومة وما حول المعلومة، وعندما يبدعون في شيء بمعنى أنه كان هناك لا يوجد حاجة لأنه يستشير أكثر من مركز. هذه كصفة عامة فيما يخص الضرر العام في قضية التوحد. بالنسبة للصفات الأساسية اللي تضرر عند الناس المتوحدين فهي راح نذكرها هنا على طريقة السرد: ضعف في التعلم اللغوي، طبعا هذا التعلم اللغوي ومراكز المعروفة اللي هي مترابطة بين فصي الدماغ وخاصة في الجهة اليسرى من الدماغ، وضعف في التعلم غير اللغوي التواصلي، وهذا الموضوع سنتكلم عليه ما يسمى بالإنجليزي non-verbal communications، وذاك يسموه verbal communications، وهذا طبعا في الغالب يكون في الجهة اليمنى من الدماغ. وأيضا النقطة المهمة اللي هي الحقيقة قد ترتبط بقوة مع قدراتك في التعلم غير اللغوي هي قدرتك على معرفة مشاعر الآخرين وتفهم وجهات نظرهم، هذه أيضا تتضرر بشدة وقد تكون هي مربوطة بقصة التواصل غير اللغوي. وهناك أيضا نوع من الرغبة بالتكرار، وهذه أيضا سمر عليها ونعرف الرغبة بالتكرار شو سببها وكيف تجد صفات في الإنسان لها علاقة في قضية تكرار الحركات، تكرار التصرفات، تكرار الأفكار، تكرار القصص. أوكي؟ وهناك أيضا ينتج إجمالا ضعف في العلاقات الاجتماعية والقدرات التواصلية من نتيجة من ضعف هذه المنظومة. يترتب أيضا على هذه الرغبة بالتكرار وعلى يعني صعوبة تخيل وجهات نظر الآخر والقلق المصاحب لذلك ينتج عنا تصلب شديد مع قلق وعدم قدرة في التغيرات اللي تحصل عند الإنسان سواء في المكان في الملبس في المأكل، وبالتالي والمفاجآت تكون صعبة لأنه صعب عليهم يتوقعوها. وأيضا يترتب أيضا على ضرر موجود أيضا في المخيخ هي وأيضا في ما يسمى بالعقد الأساسية صعوبات في التوازن الحركي، يعني الحركات تكون الدقيقة صعبة، طبعا هذه تظهر لاحقا في صفات راح نتكلم عنها. بصورة عامة إذا أريد ندخل على تلك الصفات موجودة في الإنترنت بصورة عامة، إحنا ما يهمنا هنا التوحد على الوظيفة، كيف يمكن أن تشخص الإنسان في أنه لديه توحد على الوظيفة، ومن هو المتوحد على الوظيفة، ومن هو الشخص اللي ممكن أنه تنضبط في تلك المواصفات ويعبر حاجز التشخيص، ومن هو الذي فيه صفات فقط توحدية قليلة، وطبعا في الكثير من الناس لديهم تلك الصفات وغير مؤثرة على شخصياتهم، لكن إذا فهموها أيضا ممكن تنفعهم. أول ضرر إذا أريد نتكلم عنه أو أول صفات الحقيقة لها علاقة في صعوبة التخيل عند المتوحدين. التخيل مثل ما قلنا هو موضوع له علاقة على قدرة الدماغ على استرجاع الخبرات والصور والمواقف السابقة، وبالتالي وضع هذه التخيلات وتطبيقها على وجهات النظر الآخر، وبالتالي راح يصير نتيجة قدراتنا على التخيل قدراتنا على فهم وجهات نظر الآخر وحقوقه وخططه، وراح يصير بعد ذلك نحن نتوقع ماذا يفعل الآخر وراح ناخذ إحنا تصرفاتنا بناء على توقعاتنا،
فإذا صارت عندك صعوبات في التخيل راح تصير عندك أيضا صعوبات في التصرف أنت، لأن تصرفاتنا تبنى على توقعات تصرفات الآخر وتوقعات ردود فعله. يعني أنا أتصرف تصرف معين، أو الشخص أنا أرى منه تصرف معين فأفهم بأنه يريد يسوي شيء أو يحب يسوي شيء وما يحب يسوي شغلة ثانية، فبالتالي أنا راح أتصرف بعد ذلك على قدرتي على تخيل هذا الشخص شنو اللي يريد من هذا التصرف، راح أتصرف تصرف ما يعزز علاقتي به ويخليني عندي قدرة بأن أفتح علاقة وياه، لأنه أنا أقدر أنفع، أنا أقدر أفيده، أنا أقدر أسعده، أنا أقدر أقضي معاه وقت ممتع، فبالتالي راح يصير عندي تناغم اجتماعي. هنا راح أول ما يفقد الإنسان هو التناغم الاجتماعي وعدم قدرته على فتح علاقات، ما يسمى بالريسبروسيتي، يعني أنا أتكلم أو أتصرف بتوقع أنه أنت تفرح وتسعد وأنت راح تجاوبني وأنا أجاوبك وهكذا يبتبنا العلاقة، لكنه بسبب عدم قدرات التخيل راح ينضرب هذا الباب ويصعب على الشخص اللي فيه التوحد أنه يبني علاقات على توقع الآخر. طبعا بسبب عدم قدرته على التخيل راح تصير عندنا كثير من سوء الفهم، لأنه أنا ما أستطيع أن أفهم الشخص ماذا يريد، ولا أقدر أجلس في مكانه وأحط نفسي في مكانه وأشعر بشعوره، وبالتالي راح يساعدني الصعوبة في قدرات فهم مشاعره ووجهه ونبرة صوته. فطبعا تكلمنا في محاضرة أنه بالنتيجة وأنا طفل إذا صارت عندي عدم قدرات في أن أفهم الآخر ومشاعره ونبرة صوته، أنا أيضا ما راح أستطيع أن أستخدم تلك القدرات أو تلك الكيوز أو تلك الإشارات اللي أنا أستخدمها في العادة إذا كنت أنا متوحدي، ما أقدر أني أستخدمها لأن أنا ما فهمت المقابل شي يريد، فأنا لازم أستخدم نفس الطريقة اللي يريد المقابل، فراح يصير عندي ضعف في قدراتي على أنه أعرض مشاعري، وصارت أيضا عندي ضعف في قدراتي على أن أفهم مشاعرك ووجهات نظرك، راح يصير عندي سوء فهم متكرر يؤدي إلى انسحابي من كثير من العلاقات الاجتماعية، وأنا أبدأ أشعر بأن العلاقات الاجتماعية هي عبارة عن صداع، لأنه تخليني دائما في تفكير شلون أقدر أني أتواصل وياك. غالبا ما أنا أتقدم ألقي نفسي مو بالطريق المقصود، وغالبا ما أنا أفهم شيء وبعدين يطلع مو أنت تقصده، فهذا رح تبدأ هنا الفجوة الكبيرة عند الشخص اللي فيه توحد عالي الوظيفة. طبعا بالمناسبة هنا ذكرا توحد عالي الوظيفة كان يسمى سابقا بالأسبرجر سيندروم، وتم إزالة هذا الاسم. طبعا أسبرجر هو عالم ألماني اكتشف سنة 1945، والآن سمي يعني على العلوم الجديدة ليشمل كل الصفات فيما يسمى بالتوحد عالي الوظيفة. فلذلك السؤال هنا، من يقرأ عن الأسبرجر سابقا هو نفسه التوحد عالي الوظيفة. فطبعا لاحظ هنا أيضا انسحاب من الأنشطة الاجتماعية، طبعا يعني ليست فقط من العلاقات، الأنشطة الاجتماعية اللي فيها ناس تسبب أيضا كثير من الصداع. فتشوف يبحث المتوحد عن هوايات ما فيها اشتراك مع الناس، لأنه الاشتراك مع الناس يتعبه، فبالتالي تبدأ تصير هواياتهم غريبة. يعني تشوفه مثلا يهتم بالعلوم، يهتم بالقراءة الكتب والقصص، يهتم لا يهتم بالأمور اللي مثلا اللي تؤدي إلى اشتراكات وروحه وجاية سوا ولعب سوا، وحتى لا يقع في قضية التواصل مع الآخرين وحاجة التفاهم. فهذا يفسر أيضا، طبعا ليس بالضرورة، بالمناسبة ليس بالضرورة كل ما نقوله موجود في الشخص، وليس بالضرورة كل ما نقوله موجود في شخص أن يكون بنفس الشدة، لأن هي طبيعة النمو العصبي قد تكون متخلفة بدرجات. يعني هناك بعض العشوائية في النمو العصبي، بحيث تجد بعض المراكز تنمو بقوة وبعضها ببطء وبعضها ببطء شديد، وبالتالي ينتج عن ذلك اختلاف في الصفات. وبالتالي ما نقوله هنا إذا موجود فهو قد تلقيه في المقصود في التشخيص أو قد لا تجده، ولكن حتى يعني يعتبر الشخص مصاب يجب أن يحصل بما لا يقل عن 60-70% من ما نقول ولو بدرجات خفيفة. طبعا ما يحصل من هذا سوء الفهم، تحصل عليه كثير من الأمور النفسية. يعني المطلوب أيضا أيها الأخوة أن تفهمون بأنه الإنسان وهو يعني يكبر، سواء يكبر جسديا عضويا ويكبر إدراكا، تبنى شخصيته طبعا نتيجة
تفاعلات ثلاثة. احنا هذا الموضوع ما دخلنا في قضية الأسباب، قضايا الموروث الجيني ثم التفاعل بين هذا الموروث الجيني، طبعا الموروث الجيني بمعنى الموروث الجيني والحياة الرحمية، ثم بعد ذلك التفاعل بين هذا المخلوق ومحيط الأسري، وبعد ذلك تجي الحلقة الثالثة بين هذا المخلوق والمحيط الاجتماعي العام سواء المدرسة أو الصداقات. لكن الحقيقة في كثير من اللي تكلمنا عليه في اضطرابات تنظيم الذات وحتى في قضايا التوحد، هنا يعني خلينا نكون صريحين، قدراتنا هذه التوحد في التوحد أو قدرات السيطرة على الذات أو قدرات الفهم، هاي قدرات جينية رحمية خارجة عن الإرادة. ما يترتب على تلك الصفات قد ترتب لدينا صفات أخرى نتيجة تفاعلنا مع المحيط. يعني أنا إذا يصير عندي دائما سوء فهم، يفهموني غلط ويتهموني غلط، طبعا راح يصير لي شعور بالمظلومية ودائما أبي أشكي كثير والناس تشوفني شكاي، لأن أنا هذا مو أنا أقصده، أنا هذا حصدته نتيجة ضعف أنا ما كنت أقدر أشخصه اللي هو السوء الفهم اللي يحصل عندي، فشعور بالمظلومية يصير عندي، عندي رغبة بسبب الرغبة أن أنا أكرر الأمور على ما أريد أن أصير، لأنه أنا أريد الأمور هكذا تصير، فيصير عندي رغبة تسلطية على الآخر، سواء كان طفل على الأطفال الآخرين أو أب على الإبن أو ابن على الأصدقاء أو زوج على زوجة. هذه الرغبة التسلطية ليست هنا سوء نية، إنما أنا حريص أريد بسبب هذه الرغبة الوسواسية اللي تكون جزء من أعراض التوحد، أنا أريد الأمور تمشي على هذا المنوال، ولأنه أنا عندي كمالية perfection ولأن أنا عندي وسواسية أريد أسيطر على الموقف حتى لا يخرج عن اللي ببالي، لأن أنا إذا الأمور ما تمشي مثل ما ببالي ما أرتاح. فبالتالي هي أعراض هذه الاضطرابات وليست قصدية فيها. هنا هذا فرق بين التسلطية، ورح نتكلم عن التسلطية، بينها وبين التسلطية اللي تكون في الشخصية التسلطية اللي هي ما يسمى بالنارسستيك بيرسوناليتي أو الشخصية النرجسية اللي هذيك عن علم تريد أن تسيطر. هنا أنا لا، هنا أنا حالة أخرى. فأرجو أن نكون وصل الفكرة من الكلام. يترتب أيضا على هذا سوء الفهم هناك نصية، يعني شخص يكون حرفي نصي، السبب في تلك النصية أيضا مرتبط بصعوبات الفهم، لأنه الحقيقة النصية فيها كثير من الأسباب. يعني أنا أتكلم يعني أحد الأشخاص عن نصية قد تصل إلى حد بعض مرات تصير ساذجة، وبعض مرات نصية لا مو ساذجة إنما نصية، أنا حرفي نصي، أنا أشتغل بالضبط حسب القوانين والأعراف والمتفق عليه والوضوح، ما أحب اللون الرمادي، أنا يبيض يسود. هذه قصة يبيض يسود مهمة جدا هنا، لأنها هي اللي تفسر لنا ليش أنا نصي وليش صاحبي مو نصي. الحقيقة موضوع النصية موضوع جدا عميق فلسفي، أنا باعتقادي من خلال كثير من الفيديوهات والكتب اللي قريتها، أنا ربطت النصية فيما يلي: بسبب عدم قدراتي لفهم مشاعر الآخرين ووجهات نظرهم، وبسبب تكرار سوء الفهم بيني وبين الآخرين، أنا أطلب النصية، لأنه غالبا ما يصير عندي أفهم غلط أو فهم غلط، فمن أتفاهم مع الناس يعطيني شيء أقول له تعال اكتب لي إياه، يدز لي شيء يقول لي أقول له أدز لي إياه بمسج حتى لا يصير غلط. ليش؟ لأن أنا أخاف، لأنه عندي خبرة من تكرار سوء الفهم، فأنا أزحف نحو النصية حتى أكون في الأمان، ولأنه حدثت عندي خبرات سابقة بأنه يصير سوء فهم تكرار. هاي أولا. النقطة الثانية، هناك نصية لها علاقة في قدرتك على تقييم الموقف، والمواقف هي الحقيقة أسباب ومسببات ومشاعر. بمعنى أنا شخصا جاء هاي تكرر حقيقة في قضية التوحد، يريد يطلب مني سيارة، والسيارة مالتي طبعا عزيزة، كل الناس على سياراتها عزيزة ومسؤولية، لكن إذا جاني الرجل وعنده زوجته إذا تولد وهو عزيز علي، معقول أنا ما أعطي السيارة؟ لا، لازم أتحمل الريسك بهالحالة. أو أنا عندي ميانة وشخص وعلاقتي به كلش طيبة وعزيز علي ويطلب مني السيارة، طبعا أعطي السيارة لأن هذا الشيء طبيعي، لأن أنا من أعطيت السيارة أما احترمت موقفه أو احترمت علاقتي به قيمة المشاعر البي. فبالتالي المشاعر من تنزل على القرارات تبطيها اللون الرمادي، بمعنى ما في حدية، لا
ليش يقول عند الأحباب تذهب الأسباب؟ عشان فهاي الفكرة بمعنى شنو؟ عندما تكون المشاعر موجودة في العلاقات تذهب النصي، ما سأقول لك تصير نصي مع الشخص الرسمي، بس مع الصديق والحبيب والعزيز ما في رسمية. الشخص من يكون نصي ورسمي لأنه هو لا يستطيع أن يقدر عمق المشاعر في الشخص الآخر، وبالتالي هو يتصرف أقرب لقدراته الذهنية وليست لقصديته. فتشوفه إذا أعطاك حاجة يومية يقول لك وينها؟ جبت الحاجة مالتي؟ البارحة أخذت مالتي، اليوم هاي مالتي، وإذا تطلع وياه في أكلة ادفع مالتي وأدفع مالتك. هذه النصية وهذه اللي احنا نبات نراها أنه مزعجة. وطبعا الإنسان اللي هو يميل إلى الشخصية العادية أو النيوروتيبيكال طبعا يجد هذه الأمور خالية نوبات من الذوق، لكن الشخص اللي هو أيضا عنده صفات توحدية يراها هذه حق وحقوق، وبالتالي أنا هاي مالتك وانت هاي مالتي، هكذا هي الحياة. فإذا هناك بيناتنا اختلاف بسبب طبائعنا الموروثة الجينية، وليست هنا لها علاقة بالمبادئ. يعني هذا النص الحرفي اللي ما يقبل يعطيك سيارة أو ما يعطيك مسطرة من تطلبها منه أو يعطيك، هذا ما يقصد أنه هو يكون سيء معك، لكن هكذا وجهة نظره بناء على طريقة تواصله العصبي. هذا في موضوع النصية. الحقيقة من الأمور الأخرى الثانية طبعا أيضا اللي ممكن أيضا تضعف في الشخص التوحدي هي الكفاءة في القيادة. يعني هنا نذكر أنه الشباب الذين لديهم صفات توحدية أنه ينتبهون كثير، يأخذون خبرة كثيرة في السياقة. طبعا سبب يعني أو قد تكون عدة أسباب تؤثر على قدراتهم في السياقة. الأول أنه في الغالب في أيضا التوحد يصير عندنا ضرر في الفص الأمامي، اللي تذكرون نتكلم في محاورات سابقة تكلمنا عن قضايا تخص اللي هو ما يسمى بالـ ADHD أو اضطراب فرط الحركة شتت الانتباه. قلنا هناك ضرر في الفص الأمامي، وضرر في الفص الأمامي يعني ضرر في منظومة السيطرة على الذات، وبالتالي اللي يصير بالحقيقة في قضية السياقة نوبات تقدير المسافات، تقدير السرعة يضعف، وبالتالي يصير عندنا مشكلة في السيطرة على السيارة. هذه معروفة أيضا في الفرط الحركة، ومعروفة في الأسبرجر أو في اضطراب أسبرجر أو متلازمة أسبرجر أو في التوحد عالي الكفاءة. وأيضا هناك أسباب أخرى تخلي الإنسان يكون في السياقة أخطر من غيره، أنه الشخص التوحدي في الغالب يكون متحسس زيادة عن اللزوم، عنده صفة هايبر سنسيتيفيتي نتكلم عليها أيضا لاحقا، تحسس زايد، يتحسس من الأصوات العالية، يتحسس من الأضوية العالية، يتحسس من الروائح، يتحسس من الأطعمة. هذه الصعوبة أو هذا التحسس العالي يخلينه بعض الأحيان عندما يسوق يعني يتحسس من من شخص يسوق جنبه يفاجئه، فيأخذ حركة مفاجئة أسرع من اللازم، وبالتالي ممكن أن يؤثر على سياقته. في موضوع السيطرة على القيادة أو قيادة السيارة أيضا يدخل قضية التحسس الزايد والانفعال المفاجئ أو المبالغ. يعني بصورة عامة المتوحدون بصورة عامة أو الصفات التوحدية أو الشخصية التوحدية بصورة عامة تصير عندها مبالغة في الاستجابة للمحفز الخارجي. يعني إذا يعني سيارة تطلع يعني تفاجأ بسيارة أخرى قد ينحرف بسرعة أكثر من اللزوم في المقود، وبالتالي يؤدي إلى مفاجأة الآخرين أو يفاجئ السيارة إذا كانت بسرعة عالية. هذا التحسس الزايد هو الخطورة في قضية السياقة، يرجو الانتباه في هذه القصة. بالتالي يعني ضروري أن يكون يتدرج حتى يصير عنده خبرة في السيطرة على نفسه في المواقف اللي تحتاج أنه يصير فيها قرار استراتيجي. طبعا احنا كل هاي تكلمناها، كنا نتكلم على موضوع الخيال. النقطة الثانية وصعوبات التخيل، بس ملاحظة بسيطة، صعوبات التخيل موجودة في التوحد ومعروفة وممكن قياسها في الطفولة ما يسمى بالثيوري اوف مايند، وهذا الموضوع موجود بالانجليزي انه كيف تستطيع ان تعرف ابنك هل يستطيع ان يتخيل ام لا. وطبعا معروف عنهم انه يهربون كثيرا من القصص الخيالية. الأطفال هؤلاء يكرهون اللعب في قضايا الاختفاء والتخفي، يعني يصعب عليهم تخيل الآخرين وين يكونوا مختفين، فقد تجده في صور أخرى صعوبات التخيل. لكن النقطة الثانية أو نقول عليها بي هي القهرية أو الوسواس. يعني الشخص الشخصية التوحدية أو المصاب بالتوحد في الغالب يعني يصير عنده تكرار وقهرية
في بعض التصرفات، سواء كانت حركية أو لغوية أو تصرفات أو أفكار أو كلها. طبعا القهرية والوسواسية في الشخصية التوحدية أسبابها مختلفة عن القهرية والوسواسية اللي موجودة عند المصابين بالرهاب أو قلق الوسواس العادي. هناك في الوسواس العادي الشخص المصاب في الوسواس يفعل تلك الأشياء لأنه إذا ما يفعلها يشعر بأنه شيء سيء سيحدث. يعني إذا ما يشيك الباب يسرق، إذا ما يروح يودي الطفل مثلا بتكرار أو ما يغسل إيده بتكرار يصير عنده مرض. فهناك ربط سيء مع النتيجة، هذا هو الوسواس القهري العادي. أما الوسواس القهري المصاحب للشخصية التوحدية ناتج عن الرغبة بالتكرار. يعني هناك رغبة أنا أحب أن أكرر الشيء، أنا أحب أن أدقق الشيء، فلا توجد معه حسابات أنه راح يصير شيء سيء أو نتيجة سلبية. هذه هي طبعا موجودة في أكثر من مكان في الإنترنت، قضية الفروقات بين تلك وذي، وإن كانت بالنتيجة واحدة. طبعا القهرية والوسواسية وما يسمى بالإنجليزي Obsessive Compulsive Symptoms تعتبر من الصفات المتعبة جدا في عشرة الشخص التوحدي، لأنها تملأ الحياة طقوس وحركات وزيارات وأفعال ليست لها قيمة بالنسبة لك، وبالتالي تثقل كاهل العلاقة الاجتماعية، وتستغرب أنت السببية تلك الصفات. وبالتالي الحقيقة هنا معرفتها مهمة جدا حتى تقلل التشنج وتفهم الآخر ليش يحب يسوي هذا الشيء بدون ما أنت تجد له مبرر. فطبعا قد تجد هذه الوسواسية على شكل حركات، يعني شوفه يجلس بطريقة معينة أو يفر بشعره بطريقة معينة، أو من يتحرك يتكلم هكذا مثلا، أو على شكل حركات كتفية، أو يطلع صوت بتكرار، أو يمص شفته بتكرار. يعني هناك صفات تتكرر، وقد طبعا بالحالات الشديدة طبعا تصير على شكل فلابينج، أو يفتر كثير، أو يعني يضرب بالكرسي بتكرار، الرغبة بضرب الكرسي لي وراح تؤدي بعض مرات إلى كسر. طبعا هذه كل ما تكون الحركات التكرارية يعني شديدة تعني أنه الأمور قد تكون أشد، ولكن قد تحصل في صفات خفيفة، وهذا تعني أنه الإصابة أو الفروقة يعني قضية الشخصية التوحدية خفيفة. قد تجد التكرار في الكلام، فتشوفه مثلا يتكلم هو بس آخر الكلام عيده، يعني يكرر مثلا أو بداية الكلام يعيدها، أو يكرر الكلمة مثلا يقول تقول لك كيف الأمور، والله يقول لك الأمور زينة 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 مثلا يكررها، أو مثلا يعني هناك تكرار، أو يكرر عبارة عن مقطع صوتي بتكرار. أيضا هناك تكرار في زيارات مناطق معينة، وهناك تكرار في لبس معين، وهناك تكرار في أكل معين، وهناك تكرار في قصة معينة، وهناك تكرار في هوايات معينة. التكرار هو طبعا معقد جدا حتى نفهمه، لكن واحدة من أسباب التكرار أنه غالبا الإنسان اللي فيه صفات توحدية يعني بسبب الصعوبات اللي يواجهها في فتح قنوات جديدة ما يحب يغير، يحب أن يبقى على اللي هو جربه، لأنه تعب يتعب من التغيير، وبالتالي يقول لك أنا هذا عرفه ليش أجرب غيره. طبعا وبعضها مثلا اللبس يكرر يشلب مثلا لبس معين، قد تكون لها علاقة أنه هو يتحسس من اللبس الضيق فيحب الراهي معين مثلا، فيلبس دائما نفس التيشيرت نفس الطريقة. يعني التكرار قد تجد له أسباب منوعة، لكن بصورة عامة يعني تفسيره معقد ويحتاج لتعمق ويحتاج لوقت طويل. والآن بس نفهمه، هو ممكن أن يكون في نهايات القصص، ممكن يكون في بدايات الكلام، ممكن يكون في نهايات، وممكن يكون بعدة أشكال. مثلا يعني إنسان يحب أنه طبعا بالمناسبة هناك تكرار في فكرة وهناك حب للتغيير وياه، يعني مثلا في البيوت يعني تغيير الأثاث بالتكرار، يعني يكرر تكرار تغيير الأثاث، هنا صار تغيير بس هو يكرر الفكرة يفرها يعني يجيبها منه، فيحب أن يغير. أو مثلا
يعني هسه يروحون كثير في يتهموا بعضهم، فخلينا نبقى الى هذا المستوى حتى لا يصير اتهام للبعض بدون ضروره. النقطه سي هي الذاكره القويه والذكاء الدراسي. مثل ما تكلمنا في الوصف الباثولوجي او المرضي لطبيعه الدماغ، فقلنا انه ذاكره قويه لان هناك خلايا كبيره في العدد، فتجد الذاكرة طبعا قوية، طبعا الذاكرة القوية مهمة جدا وتكون سبب في النجاح الدراسي، وتكون أيضا سبب في تذكر الأرقام والولع في أرقام السيارات وأرقام مواليد الميلاد، وأيضا تذكر الوجوه القديمة، وأيضا في فهم الرياضيات، في فهم بعض العلوم مثلا الفلك. تشوف كثير من الشخصيات التوحدية لديها رغبة كبيرة جمة في قضية الفيزياء الكمية، أيضا في قضايا علوم الفلك، وأيضا ممكن أنه يبدع هذا الشخص في ألعاب لها علاقة بالأرقام مثل جلسات الورق أو جلسات الدومينة، لأنه يتخيل صورة الأرقام بسهولة لديه. طبعا الأهم شيء في ذلك هو النجاح الدراسي اللي يصاحب تلك الذاكرة الجيدة وتلك الوسواسية اللي تخلي رغبة بالكمال. فهناك ذاكرة قوية وهناك وسواس وهناك حرص، يعني يتزامنا يسون هناك إبداع دراسي ورغبة استكشافية بسبب التعمق في التفاصيل. التفاصيل طبعا كنا نعرف هناك رغبة في التفاصيل عند الشخصية التوحدية، وهناك ضعف في النظرة الشمولية. هو حتى نفهم الأمور، النظرة الشمولية يعني أن تكون أنت متوازن، يعني أنت تسوي تدرس بحجم، تخدم أبوك وأمك بحجم، تنتبه بنفسك بحجم. هذا التوازن ينفقد عند الشخص شخصية توحدية، فإذا انفقد راح يصير دخول في التفاصيل. طبعا تلك الدخول في التفاصيل راح تكون نافعة في قضية الموضوع اللي دخل فيه، لكن يكون فيها ضرر في الجوانب الأخرى من حياة هذا الإنسان ومن يعيش معه. فبالتالي يعني ممكن أنه الشخص يكون تعبان من صفات شخص آخر، لكن يدرك تماما بأنه نافع ومبدع في الجهات الأخرى. طبعا أيضا عدم النسيان العلاقة في العلاقات الاجتماعية، لأنه يتذكر المواقف السلبية والإيجابية، وبالتالي يأخذ مواقف مو من السهل زعزعتها. يعني هذه معروفة عند الشخصية التوحدية، الشخصية الأسبرجرية، أنه العلاقات الحميمة تنقطع مفاجئ، وهذه خطورتها تكون سبب الطلاقات وفي فقدان أصدقاء الأعزاء وفي ترك العمل وفي غيرها، لأنه هكذا طبعا انفعال وعدم انضباط بالسيطرة على الذات، ثم تذكر المواقف السلبية وتفاعلها وهكذا، فهذا يسبب أيضا مشكلة اجتماعية. هناك صفة أخرى عامة هي التوازن الحركي، مثل ما تكلمنا قلنا التوازن الحركي هو قدرة الإنسان على أنه يعني يؤدي الحركات الدقيقة بتوازن. فهناك ضعف عند الشخصيات التوحدية بصورة عامة بسبب ضعف المخيف وضعف العقد الأساسية وضعف التوصيلات فيما بينها، فقد تجد يعرض نفسه هذا التوازن الحركي على أشكال معينة. تجد مثلا طفل وهو طفل يتأخر في التعلم من الذهاب للحمام، أو مثلا على لبس الحذاء، على شد القيطان، على أداء الكتابة تكون يعني ليست كتابة أصوليا، حركات دقيقة، التلوين، قص الأظافر، ومن يكبر يعني قضية شد الخيط للحذاء، وأيضا طبعا في الممارسات الرياضية اللي تحتاج حركات، أو الحركات الاجتماعية الجماعية اللي تحتاج تناسق حركي، فأيضا تضيف تعقيد. وطبعا هذا أيضا من يكبر تأثر هذه الصعوبات في الحركة على الانغماس في العمل اللي يحتاج حركات دقيقة، مثلا فتح شيء أو غلق شيء أو عمل جراحي دقيق، أو مثلا نحكي على الأطباء اللي يدخلون في صعوبة المسل كوردينيشن، هذا أو يسمونه فاين مسل موفمنت كوردينيشن، صعوبة التنسيق بين الحركات الدقيقة. ليس بالضرورة أن يكون عند كل الناس، وإن حصل في جزئية قد يعكسه تماما. يعني تلقي مثلا شخص
توحدي ولكنه فنان في الموسيقى وهي أيضا حركات، وفنان في الرسم. فيستثنى عادة في الغالب العشق والشغف في الهوايات، لأنه هذا الشغف يساعد على التمرس الشديد ويحول ويكون أقوى من الضعف الحركي، فيعالجه ويعبر فيه باتجاه الإبداع. هنا الشغف دخل عندنا، عالج موضوع الكوردينيشن باي إتسلف. تكلمنا هذه صفات عامة، الآن نتكلم عن صفات أخرى منوعة. يعني الموضوع هنا عليكم أن تتخيلون هناك يعني برين، دماغ ومنظومة النخاع الشوكي، هذا قد نما وقد نما بطريقة لم تكن متوازية مع الأقران بالمعدل، فحصلت عندنا ضعف ونقوصات، وقد تواصل فيما هي بطريقة مختلفة عن المعدل العام أو مع ما يحصل عند الناس اللي ما يسمى بالنيوروتيبيكال أو الأشخاص اللي هم طبيعيين. فأصبحت عندنا نقوصات بالصفات قد نراها بعدة أشياء. يعني قد تجد هؤلاء الأطفال خاصة شديدين مثلا مشكلة صرع، هناك ما يسمى بالكوموربيديتي اللي هي أمراض أخرى تركب مع هذا، وخاصة متوقع مثلا الاكتئاب يصير، مثلا عدا القلق اللي احنا ذكرناه والوسواس، اكتئاب، صرع، يصير عندك بعض الناس ايضا ما يعني امراض اعمق من ذلك لا نحب ان نذكرها، لكنها قد تكون على حسب شدة الضرر. المجموعة الاخرى من الصفات هي خليناها في عنوان مجموعة الصفات المنوعة. فبالنسبة الصفة الأولى هي عدم الاهتمام بالنسبة للمظهر، وقلنا هذا الموضوع ليس بالضرورة أن يكون موجود عند كل الشخصيات التوحدية، قد يكون منهم من يكون وسواسي ويهتم بمظهر أكثر من الطبيعي، ولكن بصورة عامة قد تجد نسبة ليست قليلة منهم يعني لا يهتمون باللبس أو بالشعر أو حتى بالعطر أو هاي الأمور العامة. طبعا هذه لها علاقة في أمور كثيرة، في أول شيء قدرت على التخيل للآخرين ورأيهم، وأيضا تحسس الجسد النباتي يتحسس من بعض الملابس الضيقة والهروب من التضييقات والتحديدات أو عدم الانضباط، وقد تجد هذا موجود في صور أخرى بالحياة، لكن بصورة عامة قد يظهر على هذا الشخص يعني مظهر عام يعني أقل من معدل الاهتمام العام. في هناك صفة أخرى ما يسمى بالتأرجح العاطفي، يعني قد تجد هذا الشخص بين علاقة حميمة جدا وقطع مفاجئ. فهذا التأرجح العاطفي قد تجد ليس فقط في العاطفة، قد تجد في التصرفات أيضا، يعني يشتري شغلة بسرعة وبعض مرات يبقى فترة طويلة ما يشتري شغلة، تلقيه مثلا يعني يفعل شيء باندفاع ثم يترك شيء بها. هذا قضية التأرجح اللي هي تحتاج أن تكون متوازن في قراراتك، طبعا لها علاقة في كثير من التغيرات في داخلك، منها ما أنه علاقة في صعوبة معالجاتك للمشاعر، يعني عندما تنزعج تأخذ مواقف متصلبة، لأنه المشاعر أنت تحتاج أن تخرجها بطريقة تتوازن مع حاجة الآخر، يعني لكنك بسبب الانفعال، عدم قدرة على السيطرة على الانفعال، تأخذ مواقف متشنجة وسريعة، وقد تخسر طبعا في المناسبة على هذا أصدقاء أو زوجة، يعني تؤدي إلى الطلاقات أو تترك عمل أو تفض شراكة بقرار لحظي آني مجرد بسبب عدم قدرتك على معالجات المشاعر مالتك الذاتية، أو بسبب تهيج الجهاز السمبثاوي أو الودي بطريقة أكثر، لأنه معروف أنه الإنسان يعني يتفاعل مع الأمور ويتفاعل الجهاز الودي واللاودي يرجع للحظ الوضع المستقر. فبعض مرات بسبب هناك ضرر بيولوجي أنه الجهاز الودي يتفاعل ويؤدي إلى خوف أكثر من اللزوم، إلى انفعال، إلى دقات قلب، إلى كذا، وبالتالي تأخذ وأنت تحتفل الأفعال هذه الصفات وهذه الأعراض تأخذ قرارات متأثرة بتلك قد تكون ليست في صالحك، يراد تنتبه بأنه تلك الصفات هي بيولوجية، وبالتالي أنت تنتبه أنه قراراتك في هذه الوقت قد تكون خطرة. هاي مهمة هنا الفهم، ليش نقول فهم الموضوع يخليك تعرف بأن هذا الشيء يصير مو واقعي، انت مدرك تماما بان ده يصير خارج عن ارادتك، اراد اعطاها فرصه للهدوء ثم التروي ثم القرار. هذه مهمه في كثير من الفهم، يغنيك كثيرا عن قرارات خاطئه. ايضا قد تتصرف تصرفات تحت تاثير التحسس، التحسس اللي احنا تكلمنا عليه، كثير من هؤلاء الاشخاص يتحسسون يعني من الضوء العالي، تلقيه مثلا يمشي ويطفي اضويه في البيت،
أو في غرفته ما يتحمل أي بصيص ضوء أو يتحسس من الأصوات، بحيث تلقي دائما وحد هيدفون بذانه وين يمشي برا ما يتحمل أي ضوء، وخاصة من يطوف في مولات في مناطق عميقة مكتظة بالناس ما يتحمل الأصوات، أو ما أو يحب المناطق الهادئة المفتوحة، قد يتحسس من العطور. فتشوفه يعني دائما يقول لك هذا العطر كلش ما أحبه، يعني مو بس ما يحبه، ما يحبه بحيث يتقيأ من يشمه أو من يقترب منه. هذه المبالغة، هذه هي صفة تخرج عن المعدل الطبيعي. احنا كلنا ما نحب العطور، بس مو للحد اللي انه من تخليها انا اريد اتصرف تصرف بحيث انفعالي، لا مو هيك. هذا الموضوع تحسس مبالغ فيه في العطور، او انا احب عطر بحيث ليش ما يكون اشتري اتشد او يعني. هذه هي القصه من عدم التوازن التحسسي، او قضيه التحسس من الاطعمه. يعني مثلا هذا موضوع كلش طويل وشائك، قضيه التحسس من الاطعمه. تشوف مثلا دائما له ترتيب خاص في الاكل هذا، تشوف في الغالب هناك تقريبا صفه عامه الالوان البراقه نبات تحسسهم في الاغذيه. فتشوف كثير منهم يكرهون الفواكه او يكرهون بعض الالوان في الاطعمه او ترتيب معين من الطعام، وتوصل فيه الى القرف. يعني تستغرب يا بأسة، ممكن انت ما تحب طعام بس مو الى الطريقه اللي انت ما تريده يوصل الى الصحن مالك او يطخ يمك او كذا. هذا تحسس مبالغ فيه. فممكن واحد يتحسس من الصوص، من طعم مضاف معين في الاكل. هذه مبالغات في التحسس. من تفهمها انت تعرف انه هذه الصفه دي، تعرف انه شلون تتعامل معها، وتعرف انه الناس من تقول لك هاي الغريبة تطيها الحق، حتى لا تقول انه انتم الغريبين وانت هذه مهم جدا في الفهم. ايضا التحسس او التأرجح العاطفي له علاقة من الهروب من التعقيد والتفكير الذهني، لان دائما كل الامور عندك صعبة، عندك صعبة من الطب فيها وتشيل هم وشنون هاي عايش بين دقة ووسواس وصعوبات في التواصل، وبالتالي تهرب. يعني أي شخص يوديك يعني يفتح لك باب من علاقات اجتماعية، من أشياء أنت ما تحبها تهرب، فتأسس تسوي عندك في التصرفات الآخرين ما يفهموها، إلا أنه أنت تفهم أنت الحقيقة أنت تحاول أن تنأى بنفسك عن مناطق تزعجك. ايضا هناك قلق عام وخوف من المجهول. يعني بصوره عامه انا في تصوراتي الشخص اللي عنده صعوبات في التواصل خاصه الغير لغوي، يعني كل ما يتصرف في الحياه يعني اشبه بشخص يدخل في منطقه ظلمه ويبقى قلق، يخاف انه لا يضرب شيء او يدعم شيء او يوقع بحفره، وبالتالي شوفه انه دائما هو قلق. هناك صفه اخرى هي انفجارات عصبيه مفاجئه، طبعاً هاي يسمونها meltdowns أو يسمونها tantrums. الانفعالات العصبية المفاجئة في الشخصية التوحدية سببها يؤزى إلى أنه الشخص يجد صعوبة في معالجة المشكلة اللي يواجهها، فتصل فيه الحل إلى الانهيار، وبالتالي يبدأ بالتصرف مثلاً الحركة، يعني يتحرك حركات والدموع تنزل ويعيط وأصوات وكذا. هذه الانفجارات الحقيقة قد تجدها في الطفل، خاصة إذا الضغط عليه على أنه يفعل أشياء خارج عن إرادته أو هو يتحاشى أن يسويها. وأيضا قد تجد عند كبير سن إذا أو بالغ إذا أيضا وضع في مكانات وجد نفسه عاجز أن يحلها، فتصير عنده انهيارات مفاجئة، وبالتالي يصعب تفسيرها عند الآخرين وتكون غير منطقية وغير متناسقة مع حجم الموضوع. هناك أيضا صفة أخرى ما يسمى بالشدة والتصلب، تكلمنا عليها سابقا، والشخص يميل للتصلب على آرائه لأنه يحب الأمور بسبب الوسواسية والدقة أن تمشي على ما يريد، وبالتالي يتصلب في آرائه، لأن لا يستطيع أن يرى الآخرين لديهم حقوق، لا يستطيع أن يرى الآخرين لديهم وجهات نظر، فهو يعني كيف يستطيع أن يأخذ منك رأي؟ هو لا يستطيع أن يرى ما تفكر فيه أنت، وجهة نظرك منين ناقلة، ما يستطيع أن يتخيلها، وبالتالي يركز على نفسه وعلى أفكاره، فأنت تجد صعوبة في التفاهم معه هنا، لأنه هذا الشخص قاعد يتكلم عن فكرة فقط تخصه وما يقبل أي مشاركة منك،
وتمشي الأمور بالضبط على مالته، وبالتالي تحسه متصلب متعب ما تريد أن تدخل معه في مهاترات فتتركه بعد فترة، أو بالحقيقة هذه مشكلة كبيرة تسبب الخسارة في العلاقات الاجتماعية وخاصة الحميمة منها. طبعا المادية، قد يتصف الإنسان بطبع مادي. الحقيقة المادية هنا لها أيضا تفسيرات كثيرة. المادية لها علاقة في التملكية أيضا اللي راح تجي بعدها أعتقد. التملكية بمعنى أنا ما أستطيع أن أفهم أنا ليش أعطيك مثلا هذه الحاجة، ليش هي مالتي؟ أنا حتى أفهم أنا من أعطيك هذه الحاجة لازم أفهم أنه أني وجهات نظرك أنت قد تحتاجها، يجوز تفرح، أنا أستطيع أن أفهم وجهات نظرك، وبالتالي أنا أفهم الحياة على أنه هذا مالتي وهذا مالتك. الشخص اللي هو يعني نيوروتيبيكال أو طبيعية أو ضمن مو توحدي في طبيعته، أنه يفهم الأمور ليست بهذه الحد، يعني أنت أخذت مني شيء عادي ممكن تنسى خلي يبقى لك شنو يعني، أو أنت قعدنا سوا أنا أدفع مو مشكلة، أو مثلا احتاجت شيء أنا أعطيك إياه، يعني it's okay بيناتنا إحنا من الود ما يكفي، فأنا متفهم لوجهات نظرك هاي وأنت متفهمي وجهات نظري. في شخصية توحدية هذا صعب لأنه علاقة في قدراتنا على تفهم الآخر وظروفه، وبالتالي يعني معقدة، أنا ما أستطيع أن أكون يعني إلا بصيغة أنه كل شيء يعود لي شيء، فأنا هاي حاجتي، هذا ابني، هذا زوجي، هذا بيتي، هاي سيارتي، فكل شيء مالتي، فالآخرين ما لهم حقوق، يعني الزوج أو الزوجة الأهل ما لهم علاقة، وإذا هم خلفوها مثلا لا، الموضوع أنه الآن مالتي لأن هي زوجتي، وبالتالي ماكو حق لآخر، وبالتالي تصعب التفاهمات في هذه القصة، لأنه حتى أفهم آني وأقدر قدراتك في أنه تخدم أهلك لازم علي أن أتفهم وضعك كأنت ابن، وهنا دول تعبوا عليك ويجب أن تبر بأمك وأخواتك، وبالتالي أنا ما أستطيع أن أقعد في مجال في مكانك، وما أستطيع أن أفهم وجهة نظرك، بالتالي أنا دائما لا أستطيع أن أتقبل تلك التصرفات منك، وهكذا قد تكون زوج أو زوجة يعني بغض النظر عن من هو الشخصية التوحدية. طبعا صفة أخرى قد تحصل على هؤلاء الناس، قد تجدهم في محيطهم العائلي فيهم كثير من الصفات التوحدية، لكنه في محيطهم الاجتماعي الآخر خارج العائلي هم بالحقيقة مختلفين تماما. هذا يسمون ماسكينج إفكت، يعني بين قوسين أنه شخص التوحدي في داخله يجد أن السوء فيه متكرر، في يبدأ يحاول أن يقلد الإنسان العادي في تصرفه في البيئة الخارجية، لكن عندما يرتخي يتصرف ضمن طبيعة التوحدية. فالتغطية صفاتك التوحدية في المجتمع الخارجي تخلي الآخرين يروك أنت طبيعي جداً، لكن القريب منك العايش معك يجد فيك صفات مختلفة تماما عن الصفة اللي يشوفها الآخر، وبالتالي هنا تحصل المفارقة أنه الناس لا يستطيعون أن يتفهمون شكواك في بعض الأحيان من الشخص التوحدي، وهكذا يعني أنت هذا موضوع الماسكينج إفكت. طبعا ليس الجميع يعملوه، بعض الناس يؤمنون بأن أنا أتصرف على طبيعتي في أي مكان وبالتالي يتصرف، أو نبات الأمور من الشدة بمكان بحيث الإنسان ما يستطيع أنه حتى يغلب طبعه في مكانات المجتمع العامة، وبالتالي يبقى على وضعه بدون ما يحوره. هناك أيضا في مواقف خاصة تخص الاعتقاد بالأديان والاعتقاد بالموروث البيئي، يعني أنا حتى أستطيع أن أفهم قناعاتي أو موروثي علي أن أتخيل أشياء ليست موجودة أمامي، فبالتالي شخص التوحدي يؤمن بالأمور الحقيقية المتوفرة أمامه، فهو يؤمن بالأسباب الحقيقية، أما خيال هو ضعيف فيه، وبالتالي يصير عندهم كثير من الكلام التشكيكي في الموروثات، أو إذا تجد مثلا مقتنع بالموروث تجده قافل ماخذ الأمور قطعي ما يناقشها ويروح بعمق فيها بس يطبق نصا بدون أنه، فأما تجده هو نصي يعني متشدد أو تجده أنت مشكك أو منسحب. هذا بالنسبة للعموم الاعتقادات الموروثة. فيما يخص
التسلطية تكلمنا عنها. هناك أيضا صعوبات في قضية اختلاق القصص، يعني طفل مثلا في البيت، يعني شخص التوحدي صعب عليه أن يحكي قصة لهذا الطفل، لأنه يحتاج أنه يتخيل القصة وهو ضعيف في التخيل. فشوفهم يعني غالبا يتهربون من سرد القصص في البيت أو استحداث أمور خيالية صعبة هذا عليهم. أيضا صعب عليهم معرفة ملامح الوجه في الغالب، أو إذا كان الشخص منزعج أو فرحان، أو يعني قراءة الإشارات اللي تصير في وجه الإنسان. وأيضا غالبا عندما ينشغلون في الكلام والتواصل يضعف عليهم الانتباه على محيط هذا التواصل، فبالتالي تفوتهم كثير من التصرفات البعيدة ما ينتبهون عليها. ممكن يسرقون مثلا إذا كان أحد شغلهم، يصير انتباههم على وعيهم الذاتي ضعيف عندما ينشغلون بسبب عدم قدرتهم بأنهم ينشغلون على أكثر مهمة. يصفون في قلة الدبلوماسية، قلة الدبلوماسية يعني قلة المجاملة، قلة الكلام المنمق، لأن هم نصيين وهم حرفيين وهم يعني ما يستطيعون أن يقرؤون المشاعر ووجهات النظر مع الآخر، فيتكلمون اللي بقلوبهم على لسانهم. ولذلك هم صفاتهم الرئيسية الصدق والأمانة، ولا يكذبون لأن الكذب يعني يحتاج للتكتيك، فهم ضعيفين في التكتيك. وأيضا صعوبات في تفهم حزن الآخرين أو سعادة الآخرين وتفاعلهم مع الوفاة أو تفاعلهم، يعني هم أيضا حريصين على الأصول الاجتماعية في شكلها العام وليس في جوهرها، لأنهم يقدرون الالتزام هذا خاصة من الماسكينج إفكت، من محاولة أن يكون مقبول اجتماعيا، لكنه التفاعل عندما تقول له فلان مات يتأخر، يعني ما يظهر على وجهه شيء، هو ما يقدر يعني أن يتخيل ألم الوفاة بصورة عامة، لكن إذا شاف الميت أمامه يتفاعل بقوة لأنه يتفاعل مع الشيء الحقيقي اللي يصير أمامه. مثل مثلا تقال مثلا طفل معين يراه يبكي على طير مات، هو ما يقدر يتألم لمشاعر الطفل، ما يقدر يتخيله، لكن إذا طير مر عليه وهو يمشي بالسيارة يقب قبة قوية يخاف يأذي، فهو تفاعل مع الواقع قوي لكن تخيله ضعيف. فهذه أمثلة قد تجدها بصور أخرى على مشاكل قدرات التخيل. بسبب أيضا انسحابهم الاجتماعي، يعني يجدون رغبات كثيرة في القراءة لأن قدراتهم الذاكرة قوية، وتجدهم يحبون المكتبات والكتب وقراءة القصص والعلوم، ولكن بصورة عامة لا يحبون الذهاب للأمور الاجتماعية، الحفلات اللي يؤدون فيها اختلاط، وأيضا ما يبادرون بصورة عامة بالكلام. الكلام غالبا هم ينتظرون الآخر يبدأ لأنه يتحاشون أن يبدأون بالكلام، لكنه إذا بدأ يجاوبوه ويتفاعلون وياه، ولكن هم لا يبدأون الكلام. أيضا معروفين بأنهم هم عندهم هناك أيضا ضعف في قدرتهم على فهم أو الشخصيات التاريخية القديمة، وبالتالي فهم التاريخ يكون عندهم صعب، ولكن يحبون أن يذهبون إلى المتاحف، لأن المتحف شيء حقيقي يشوفوه بالواقع ربما يفسر لهم التاريخ، وبالتالي عندهم كره للتاريخ بصورة عامة، ولكن حب للمتاحف. فمن الأسئلة الموجودة في تقييمات الأسبرجر، إذا ذهبت إلى مدينة وخيرت بأن تذهب إلى حفلة وإلى متحف، وين تروح؟ يختار دائما المتحف. زين، إذا رحت إلى حفلة وإلى مكتبة يختار دائما المكتبة. الغاية من ذلك لأنه يرغب أنه الكتب، لأن هذه هواية بعيدة عن اختلاط اجتماعي، ويبتعد أيضا عن التاريخ كقراءة، من تخير أيضا يقول أي الكتب أي المواد تكره، من المواد تذكر التاريخ غالبا يختار التاريخ، والحقيقة يكرهها لأنه يوصف أمور قديمة خيالية بالنسبة له مو واقعية، فيتعب عليه لأنه تحتاج تخيل. لكن وجود شخصيات أو أدلة على التاريخ يحبها لأنه سهل عليه فهم التاريخ. تلقيهم كثير منهم يحبون الموسيقى،
لأن الموسيقى في الغالب تسوي ماسكينج على النويز، يعني الأصوات والضوضاء المحيطة المزعجة عندهم، الموسيقى تريحهم شيء جميل تبعدهم عن الأصوات اللي مزعجة. وأيضا تلقيهم كثير منهم يبتعدون عن اليوتيوب، يعني عفوا الفيسبوك. الفيسبوك بالنسبة لهم غير محب، لأنه حقيقة يعني كلام اجتماعي ما يحبون هذا، يعتبروا يعني صداع، إلا أنه يستخدموا بالحجم اللي يفيدهم. طبعا تشوفهم أيضا فيهم صفة صعوبة مواصلة الحوارات المتعددة عندما يجلسون في بيئة فيها واحد أو اثنين يستطيع أن يحاورك بأفكار ذكية وجميلة ونافعة، لكن مجرد يصير العدد 6-7-8 يحتاج أنه تنقل بين أكثر من شخص، في الغالب يصير عنده تعب وصعوبة في اتمام متابعة تلك الحوارات اللي بيها أكثر من 3 أو 2، يعني من يزيد العدد. عندهم صفة الانجذاب للحاجات، يعني بعيدا عن الأشخاص، وبالتالي يعني ممكن يشوف الكمبيوتر اللابتوب الأدوات أو يعني يصير قريب منها لكنه يعني يبتعد عن الأشخاص. عندهم هوايات بها غرابة وبها تمعن، بحيث إذا حب شغلة يعرف تفاصيلها، يعني مثلا يحب فالنوع من المسابقات الفردية يعرف لك الشخص واسمه واسم أمه واسم زوجته وملابسه ويطب فيه تفاصيل، يعني كلش لأنه شغف أكو حب ويروح أعمق من الطبيعي في تلك الأمور. أيضا هناك قد تجد منهم من يتكلم بنمط معين صوتي معين، نشوفه يتكلم مونوتونيك مع أن القدرات هذه طبعا لها علاقة بالقدرات. النقطة اللي نسيناها هي قضية فهم النكات، قد يكون بسبب النصية والحرفية وعدم قدراته لفهم المشاعر وما بين السطور. تجدهم أيضا تفوتهم النكات الشائعة، فالنكتة اللي هي فيها يعني كيوز خارج السياق العام يتأخرون حتى يضحكون أو يتفاعلون معها. طبعا قد تجد فيهم كثير من الأمراض العضوية اللي هي علاقة بالقلق، وأيضا لها علاقة في التأخر النمو العام اللي قد يكون هو السبب، مثلا حساسية أو شقيقة أو قولون أو أمراض قلب أو أمراض مناعة. بس يعني هناك ترابط بين تلك الأمراض والقلق العام اللي يعيشوه وبين اضطرابات جهاز المناعة وقضايا ارتفاع الضغط ومشاكل القلب، وأيضا لها علاقة بأنهم قد يكونون غير منضبطين في متابعة صحتهم العامة، وتصلبهم الشديد يؤدي إلى استهلاك كثير من صحتهم. شكرا لكم، ونتمنى أنه ما أزعجناكم بهذه الإطالة، والرجاء الاشتراك في هذه القناة لتعميم الفائدة. ورح نضع الآن مختصر هذه المحاضرة تحت الفيديو هذا حتى يريد ينزلها مطبوعة، وهذا من باب إعمام الفائدة. ونذكركم بأننا سنقوم في الحلقات القادمة بأخذ مقاطع من تلك الشخصيات وبالتالي وضعها على شكل خواطر نفسية. هذه كانت محاضرة شاملة، وهناك نذكر أن القناة مهتمة بجزئين من اضطرابات التنظيم الذاتي، الأول ما يسمى بفرط الحركة وشتت الانتباه، والثاني توحد عالي الكفاءة، لأن هذول شائعين وغالبا ما يمرون دون تشخيص. أما الأمور الأخرى اللي هم الكثير ما يعني يعرفها الناس ويعرفوها الأطباء وماخذها حقها، فغالبا ما نتركها مؤخرا لما نتمم إتمام هذه الثقافة وإيصال لأكبر عدد ممكن. شكرا جزيلا، ونتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يعطيكم صحة دائما.